أهلا بكم في العين الإسرائيلية. ما لهذه المناورات واستعراضات القوة لا تنتهي؟ مع كل سلاح جديد يظهره الإيرانيون تبدأ الحسابات الإسرائيلية ولا تتوقف. الجديد مناورات الولاية وصوت ضجيجها صم الأذان في أنحاء الكيان. مناورة بحرية كبيرة أخرى للأسطول الإيراني، وهذه المرة هي أقرب وخارج الخليج الفارسي وفي عمق بحر عمان وخليج عدن، وهي تمتد على مساحة ربع مليون كيلومتر مربع، وتشارك فيها غالبية وحدات سلاح البحرية الإيرانية إلى جانب سلاح الجو ووحدات كوماندوس في مناورات إنزال. هم كوخوت مشمرات المعبخة هبودكيم أبام את יכולתם לשלוט בנתיבי השייט אל איראן וממנה. اصلیمون همون نشان دادن اقتدار نظام در محدوده دریاهای جنوب کشور هست. و تجرى المناورة بعدما صورت طائرة حربية إيرانية حاملة الطائرات الأمريكية الوحيدة في المنطقة أيزنهاور من على مسافة 900 متر فقط، ويبرز في المناورة بوجه خاص الاستخدام المكثف للزوارق السريعة، وهي زوارق سباق أضيفت إليها أسلحة هجومية، كما تم استخدام غواصات إيرانية اشتريت من روسيا قديما وأخرى مصنعة محليا، كما عرضوا مدفعا مضادا للطائرات من إنتاجهم ويطلق 4000 طلقة في الدقيقة، وهو بحسب زعمهم فعال أيضا على الصواريخ الجوالة كروز. شد العضلات هذا المستمر من قبل الإيرانيين يأتي إلى جانب اللقاء الحافل بالابتسامات بين الرئيس أحمد نجاد وقادة ناطور كارتا في الولايات المتحدة. من هذه الجهة التي تريد الحرب مع إيران؟ إسرائيل. نحن لا نحسب أي حساب للكيان الصهيوني، نرى إسرائيل بمثابة لا شيء أمام عظمة إيران. ثم تابع وقال إنه سيستمر في تطوير القدرة النووية الإيرانية على الرغم مما وصفها بتهديدات إسرائيلية بالهجوم. سيادة العميد أمين حطيط، أهلا وسهلا بك. لماذا شدت المناورات الإيرانية العسكرية الولاية اهتمام الإسرائيليين هذه المرة؟ أعتقد أن المكان ونوعية السلاح هي التي أثرت في الموضوع الإسرائيلي، لأن إيران فيما أجرته من مناورة تكون نقلت خط الدفاع المائي مع القدرات العسكرية في البحر لخطوة ثالثة، كانت على الشاطئ ثم أصبحت في الخليج والآن في عمق المحيط على بحر عمان وبحر وخليج عدن، وبالتالي هذا يعني أن مقولة قدرة إيران على إقفال المضائق والتحكم بالممرات المائية أصبحت مقولة واقعية، وهذا ينعكس حتما على أي قرار أو إسناد لقرار إسرائيلي في الحرب أو لمعالجة أي شأن عسكري يتعلق بإيران. فتكون المناورات الدفاعية بمثابة عرض القوة المجدي الذي يجهض أي قرار عسكري إسرائيلي أو أمريكي في الاتجاه عسكريا او ميدانيا. طيب هل هذا يعني سيادة العميد بان حسابات الاحتلال الاسرائيلي او حسابات الامريكيين قد تتغير بعد هذه المناورات؟ حتما هذا الامر ينعكس بشكل مباشر على القرار، وعلى ليس على فقط الاحتمالات، على القرار العسكري الاسرائيلي والامريكي. لن يكون هناك بمقدور احد بعد الان، بعد ان امتلكت ايران القدرات الدفاعية التي تجهض بمقتضاها وبمضمونها كل عمل هجومي، ويكون أي تحرش إيراني في أي تحرش إسرائيلي أو أمريكي بإيران بالغ الثمن وينتهي إلى الفشل. نعم، إن هذا الأمر سينعكس حتما على القرار ويهز منظومة اتخاذ القرار في أمريكا وإسرائيل. طيب ماذا تعني هذه المناورات للإسرائيليين تحديدا على المستوى العسكري؟ أنت كخبير عسكري استراتيجي، ماذا تعني هذه المناورات لاحتلال الإسرائيلي؟ كيف ينظر إليها؟ إسرائيل تنظر إلى هذه المناورات على أنها ارتقاء في القوة ونجاح في عرض القوة. هذه المرحلة التي تعيشها المنطقة هي مرحلة اللا حرب ولا سلم، والتي تقع بينهما ما نسميه مرحلة عرض القوة. وعندما تقدم إيران مثل هذا العرض الناجح فهذا يعني تفوق على ما كانت تدعيه إسرائيل من أنها تمتلك ناصية القوة في المنطقة. وعندما تسقط إسرائيل أو يسقط من يد إسرائيل ورقة القوة وتتقدم عليها جهة أخرى يهتز كيانها وأركانها. نعم. في كل حال بعد سكود سيادة العميد صاروخ جديد
يقيم قيامة الاحتلال ولا يقعدها. أيضا وصل الصاروخ إلى حزب الله بزعم الإسرائيليين، وربما تبدأ مناحة جديدة عن الخطر الذي يضيق الخناق على الأمن الصهيوني. هذا هو الصاروخ الذي يثير قلق المؤسسة الأمنية في الأشهر الأخيرة ويتسبب بالتوتر على الحدود الشمالية. في الأصل هو صاروخ إيراني يسمى فاتح 110، وهو صاروخ ثقيل، لكن أضيف إليه جهاز توجيه يجعله دقيقا وفعالا. وقبل عدة سنوات بدأوا بإنتاجه في سوريا تحت اسم M600، وأخيرا بدأ السوريون أيضا بتسليمه لحزب الله في لبنان. وبحسب المعطيات التي عرضت في مؤتمر الدفاع من الصواريخ، نشر حزب الله في لبنان نحو 200 صاروخ من هذا النوع، فيما نشر في سوريا نحو 500. هذا الجمع بين رأس حربي كبير يصل وزنه إلى نصف طن، وبين الدقة العالية بمدى 300 كيلومتر، يمنح حزب الله قدرات لم يسبق أن كانت لديه. לקבות לנו את תחנות כוח במדינה, למשל לפגוע בשדות תעופה, להפריע לפעולות של חיל האוויר, להפריע לפעולות של גיוס מילואים, להפריע לפעולות של המטכ"ל בתל אביב. היכולת הופכת מיכולת טרור, מתחילה לקבל גוון של יכולת צבאית. ليس فقط عسكرية بل عسكرية استراتيجية. هذا ليس قصفا غير دقيق كالذي شهدناه في حرب لبنان الثانية. الصاروخ الجديد يمكن حزب الله من ضرب أهداف بدقة والتسبب بعرقلة قدرة عمل الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل. أنظمة الدفاع الإسرائيلية غير معدة لمواجهة هذا التهديد، فصاروخ حيتس مخصص لصواريخ ذات حجم أكبر ومدى أكبر، والقبة الحديدية معدة للتعامل مع صواريخ قصيرة المدى، ومنظومة العصا السحرية المفترض أنها تتعامل بالضبط مع تهديد كهذا ما زالت في طور التطوير. هذا هو باختصار السلاح الذي يخل بالتوازن ووصل أخيرا إلى لبنان، والذي يخل أيضا بالطمأنينة في الجانب الإسرائيلي. سيادة العميد أمين حطيط، ما حكاية مزاعم الصواريخ التي تصل تباعا إلى حزب الله من جانب الاحتلال؟ ماذا يراد فعلا من ذلك؟ نحن نميز في هذا الموضوع بين فعالية السلاح الذي يمتلكه حزب الله ونوع السلاح